ديفيوز تمام كده كده مثلا اوكي ثم مدي عصف مثلا لا ده هنا ريفليكشن بحاجة كده اروح واخد نفس درجة اللو اذا هي هي بس تعالى ايه يبقى فيها فارق سواء بالاغمى او بالافتح شويه كده حلو يبقى هو كده عمل ريفليكشن اهو في ريفليكشن احنا قلنا مش هتظهر الا لما تروح انت تلعب فين ادي مثلا بوينت 9 ولا ده بلاستيك بلاستيك طب ما تشيل هنا الفرستن الفرستن اللي هي دي المرايه خلي بالك هو في قلبها منه درجه لون اخضر صح؟ تعال نخلي دي كده مثلا نشيل بس الاخضرات اللي موجوده فيها وتعالي مثلا ناخد دي كده مثلا يعني انت بتحاولي تبعدي عن اللون الاخضر يعني هو في هو تقيل بس ارجع لاصل اللون اهو ايه وتعالي ناخد كده مثلا كده بسيط يمشي كده عايز اديله بقى خامه الذهب هديها له ازاي بعد ما حطيت اللون ولون متقارب افتح او اغمى هتلاقي في عندك هنا من تحت في عندك عنوان اسمه ايه؟ ومن جواها تالت اختيار اللي هو ايه؟ هتشوف حاجة؟ اقفلي بقى دي كده وتعالي نعمل كده رندر ونشوف طلع ايه؟ ذهب ولا مش ذهب؟ عايز اعمل مذهب بقى وفي فرق؟ تبقى مطفي مطفي جدع بس ده ما يظهر منه حته كل اللي انت هتيجي تعمله عشان تعمل مذهب هي هي نفسها بس هتيجي تخلي هنا اهو البلوسنس او الار بلوسنس كام؟ خليها مثلا بوينت 6 مثلا وصلت؟ خلاص ما هي دي اللي احنا خدناها. طب انا عايز اعمل نيكل او عايز اروح اعمل ستالكس او تعالى خد هنا اي بورد واجي هنا ادي لها مثلا درجه لون جراي. طب ودي كوبي وده عندي لون افتح شويتين كده ثم الجلوسنس عايز ستالكس بوينت ماي ثم دي كده بلاستيك ثم خلي دي كده ترانسبلانت عشان اشوف ثم ما انساش اخر افكت اللي هو ده واجي اعمل هنا كده رندر اساين اعمل رينيم الماتيريال اي اس اساين ثم اشوف واعمل هنا بس في عندي مشكله السواد ده جاي منين؟ ده من الانفايرمنت اللي بره اه طب انا هعمل ايه؟ بص انا بس انا هعمل الحركه دي لمجرد ان انا افرجك بس ايه الفرق دي مثلا كده تعالى بس نكبرها شويتين كده مثلا اعمل دي كده ودي كده بوسع على نفسي اروح جاي اعمل هنا ميرور كوبي اروح جاي واخد دي كده نشوه شايفها واروح ماسك الاثنين دولت وهرجع اعملهم مثلا هنا كده جروب واروح جاي اعمل هنا كده شيفت مع روتيت
السقف. اعتقد مش انت خدت اللي تحت فوق؟ اه احنا ما خدناش اللي تحت فوق. هاخد دورك كده واروح هي عامل ميرور. قفلت قفلت. اعمل رندر بقى وشوف هل في فرق. اه ولا يبقى التأثير الوحيد بتاع مين؟ بتاع الإضاءة. يعني معنى كده لما أنا كنت باجي أقول لك لازم تقفل لي أربع حوائط وسقف أرضية كان ليها هدف. فاهم؟ يعني أنت برضك ده بيتأثر بالإنفايرمنت اللي جايلك من بره. أساين تشوف يبقى خليت اللون كذا زي ما أنت عايز. ثم جيت خليت الريفليكشن أبيض ثم اديتها درجة تلا معايا. أعمل كده أساين. صح؟ طب لو انا جيت خليت الجلوسز دي كده مثلا يبقى اللعب كله انت عرفته فين؟ مش كده؟ طب احنا خدنا جلد صح؟ اروح جاي هنا من بامب واجي اخد من جوه بامب ايه؟ جلد ولا مش جلد؟ ده هام بلاستيك ولا مش هام بلاستيك؟ بلاستيك. أصاين وشو؟ ده هام رند. احنا مش هنعمل بس الجلد، هو بس نقلل. واجي خلي درجة الريفليكشن اهي، خلي دي مثلا بوينت فايف مثلا. وانا ظبطها لك. انت فيها انت عايز درجه ريفليكشن يبقى انت عندك ال